السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباب كل متابعي قناة ليت جيمز وكل الأشياق. ألعب جاناكم فيديو جديد بالقناة من لعبة مودرن وارشيب. الفيديو راح يكون مخصص لتجربتنا الطائرات الجديدة اللي انضافت بالتحديث الجديد، راح تكون برويال باص الفي اي بي موجودة، الدرون التركي البيرقدار، وكذلك المروحية اباتشي الجديدة يا شباب. طبعا هذا الفيديو راح اسويه بالموبايل او راح اسجل الموبايل، للسبب انه انطي حق الطيران بالكامل، يعني بالمحاكي تعرفون شباب يكون صعب التحكم بها. حطونا لايك وشاركونا فيديو اصدقائكم، خلينا نتعرف على امكانيات الدرون اول شيء وبعدين الاباتشي. اوكي اصدقائي، الدرون التركي مثل ما تشوفوا قدامكم، الشكل كأنما طائرة حربية صراحة وليس درون. شيء جميل جدا هذا الشكل مالته. البدن مالته 15000 تقريبا، السرعة العادية 106 عقدة، المناورة 110، الرادار 16 كيلومتر، السرعة القصوى 117 عقدة. يا شباب يمتلك 4 أنواع من التسليح، صواريخ موجهة نوعيتين وكذلك قنابل اسقاط حر. يا شباب يمتلك تنوع بالتسليح جميل جدا، 3 انواع من الصواريخ زائدا قنابل اسقاط حر. يا اصدقائي راح نشوف امكانيات هذا الدرون مع جيم بلاي يا شباب. قبل ما اطلق الدرون يا شباب ونجرب الدرون، ملاحظه بس، اجى تحديث جديد اخر داخل التحديث او اصلاح، خلينا نقول عدلوا نظام الطيران او الايم بالطيران، والكلوز فايت يكون بالطيران من يكون التصويب، كذلك حددوا عدد الحاملات والغواصات بجيم واحد، اتوقع حاملتين ما تكون اكثر وغواصتين كذلك ما تكون اكثر اذا كانت ب تيم واحد حسب ما قالت الشركة. الان حاليا هذا الدرون يا شباب، التسليح 3 صواريخ، انواع صواريخ موجهة بالاضافة الى اوبا قنابل اسقاط حر. اوف اوف اوف، حاول انه اتجنب البدن مالته كلش قوي، 14000 فشيء جميل. واحد راح اقاتل بيه. روعة، هذا الشكل مالته والسرعة مالته روعة روعة روعة. خل احاول اتوجه على الحاملة الثانية. اربع صواريخ هذا الاطلاق الموجه، 15000. عشرين ألف القنابل، دمج القنابل 20000 يعتبر دمج قليل. أرجع من جديد أركز على الصواريخ هاي. حلو الصواريخ شباب، الصواريخ الأولية 2 ذني واحدة دمج 20000، الصواريخ الثالثة دمج واحدة 15000، وذن الصواريخ الموجهة الخفيفة الدمج مالتين 30000. يعني عندنا دمج جميل بالنسبة لثلاث نوعات من الصواريخ، بالإضافة إلى 20000 دمج ال هذا شكله الميسوري دمرني. لحظة الميسوري حبيبي، دا أسجل فيديو يا قلبي. شكلك تريدني أشتاق وياك شق ثقيل. أوكي أنا أعلمك، تان أخذ لك 4 صواريخ من عمك. صدانها 40000. لا غلطت، 30000 أكدنا على الصواريخ الثانية. حلو ما جت ويانا عدلة، تفجر خلصنا من عنده. 20000 الصواريخ الأولى، 20000 عفوا، إذا 20000 ب30000 ب40000. يلا انتهى الأمر، روعة روعة هذا الدرون، روعة شباب،
شيء من الخيال هذا الدرون، شيء من الخيال. بس ملاحظة يا شباب، خل نقول شيء، الدرون جميل، أداء حلو، تسليحة وكثافة نان بي جيدة جدا، لكن ما يستحق بالفي اي بي، يعني ما يستحق تفعلي 14 دولار حتى تحصله، أو 15 دولار حاليا. يا سيرجي حطه بالذهب 3000 مثلا، ذهب 4000، انت حاطه الصين 2500، حط هذا 3000 و 3000 ونص، روح قول 4000، بس مو تحطه 14 دولار، يعني شيء مبالغ به رغم جمالية الدرون وتشكيلته الحلوة وسرعته ومناورته، لكن حسيت انه مبالغ به بالسعر كل الشيء اصدقائي. هذا رأيي الخاص، ويبقى رأي المتابعين شيء اخر. الان خلينا نجرب المروحيات الجديدة يا شباب. اوكي يا حبايب قلبي، اباتشي الجديدة يا شباب، النسخة الجديدة منها واللي هي موجودة ايضا برويال باس، الفي اي بي ايضا ب 15 دولار يلا تحصلها. 8000 البدن مالتها، لو نقارنها مع ال 135 بدنها كان 7000 تقريبا، خل اتاكد لكم من البدن مال 135، 7400. السرعة ال 135 كانت هاي السابقة 53 عقدة مناورة، 52 رادار، 16 سونار، 1.6. ناتي نرجع على الاباتشي 8000، السرعة 68 اكثر لكن مناورة اقل من المي، ونفس الرادار ونفس السونار. ليتس جو الجيم بلاي. شوفوا شباب، غواصتين مزيد اكثر، او حاملتين مزيد اكثر، وهذا اعتبره توازن جميل من الشركة سوته. حلو حلو، هاي يحسب للشركة يا شباب. ليش اختاريت من حاملة طائرات الكورية؟ حاملة طائرات كورية تعطيني 3 مروحيات، فأنا حتى استغل مروحيات بشكل كامل، وراح أقاتل بس بالمروحيات، وأشوف إيش قد أقدر أجيب به الدمج، وشنو الأسلحة اللي ممكن إنه أقدر أستخدمها بيهن. بها مدفع رشاش شباب، بها صاروخ موجه، وبها الهيل فاير أيضا موجه، وبها صاروخ غير موجه لا 61، عندنا صاروخ سيا فينوم. اوهو مسافة بعيدة منه اقدر اشتبك وياه. اوب روح، اوه يطلق صاروخين والله، حلو حلو. 12000 الصاروخ، الدمج الواحد مالته ايان 24000 الصواريخ، اثنينات يطلقن، شيء جميل. يعني لا بس مبدئيا لا بس مشكلة، ما اقدر اسوي ريلود لها. مدفعية ماتها سيئة، مدفعيتها سيئة شباب، يعني شوفوا الايم شلون يفتح. اتوقع فجره، نعم فجرنا. بيوتر فيرك قدامي وول، مروحيه عاديه جدا شباب، احس المي 135 اقوى من ادب هواي كثير، ما تستاهل، ايضا لا تستاهل يا شباب. لا 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 لا، خلصت اصلا كل شيء عندي. لحظه 34 مستحيل، الصواريخ غير موجهة كلش، احسها عبيطة صراحة. 10000، 10000 شباب الصاروخ الثاني، 12000 ب10000 دمج. بس احس الشكل حلو، بس حسيت الشكل حلو، بس الشكل حلو بس، بينما اوكي الاداء جدا جدا عادي.
صوري غير مجسم ما بها فائدة، أي فائدة تذكر الأمانة ما بها أي فائدة تذكر. يعني خلنا نعترف، مروحيات سيئة، يعني ممكن تكون شراء عادي، يعني شدات اي ممكن 4 ملايين 5 حالة حالة بكوريا اي، بس تحط ليها بالفي اي بي شنو؟ صاروخ 12000 دمجة 24000 اثنين، وصاروخ الاخ 10000، والمدفع مالتها سيء، وبالاضافة للصواريخ غير موجهة هي سيئة، يعني هي الايم مالتها ضايع. اكس مباشرة انساها سالفة الطائرة المروحية الاباتشي، المية 135 افضل منها بمراحل، والفونكس والسكوربيون اللي تحكوا عن ذنيشة اسطوريات اصلا. اوكي شباب، وصلنا ختام الفيديو، ان شاء الله استمتعتوا، حطونا لايك، شاركونا فيديو اصدقائكم، اراكم تعليقاتكم على الدرون وكذلك على المروحية. اشوفكم قادم، مع السلامة.